تورمنت ده يمكن شفناه من قبل كده. ابتدينا نتكلم في حته يعني ايه كلمات كريين تورمنت اصلا. قلنا ان احنا هنبتدي نتكلم على حاجه اسمها ديجري فريدم اللي هي حركه. التطبيق بتاع الطريقه بتاعت الستفنس تقريبا هيبدا معانا من الاسبوع الرابع. يعني احنا هنبتدي نحل بالطريقه بتاعت الستفنس ميثود من الاسبوع الرابع. لسه قدامنا شويه. طب هنعمل ايه لحد ما نوصل الكلام ده؟ يعني الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي هنعمل فيهم ايه؟ واللي بعده كمان. الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي هنفكركم بالطريقه اللي اخدتوها في سنه ثانيه الترم الاولاني اللي هي الكونسيستنت ديفورميشن. هنفكركم بيها ليه؟ عشان هنحتاجها في حاجات كتير. وهقول لكم واحده واحده كده واحنا محتاجين منها ايه وايه اللي محتاجين نرجع له تاني. فالاسبوع ده والاسبوع اللي جاي هنشتغل كونسيستنت ديفورميشن. الاسبوع اللي بعده اللي هو بالنسبه لنا يبقى الاسبوع الرابع هنبتدي ناخد هو اسبوع واحد. شابتر هيتاخد في اسبوع واحد اللي هو المومنت ديستريبيوشن ميثود. فهو هيبقى اسبوع واحد هناخد فيه المومنت ديستريبيوشن على البيمز والفريم ونخلص القصه دي خالص. بعد كده من اول الخامس بقى هنرجع تاني للطريقه بتاعت الستفنس ميثود لحد ما نخلص الايه؟ الترم بتاعنا كله. فاحنا ابتداء من الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي هيبقى عندنا الشابتر بتاع كونسيستنت انفورميشن وده هيبقى ليه شيت لوحده وهتسلموه في الاسبوع تقريبا الرابع وده هيبقى اول كويز عندنا. يعني احنا اول كويز هيبقى في الاسبوع كام؟ الرابع على الكونسيستنت ديفورميشن حاجه شبه اللي هنبتدي نعمله من الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي. بعد كده في اسبوع واحد شابتر هنسلم برده عليه شيت ونمتحن عليه. بعدين نبدا بقى في المرحله بتاعت الستفنس هناخد شابتر قبل الميد تورم لحد الثامن وبعد الميد تورم نكمل اخر شابترين موجودين عندنا. طيب ايه اللي احنا عايزينه من الكونسيستنت ديفورميشن؟ وهي ايه اللي انا محتاج افتكره اصلا من اللي كنا بنعمله قبل كده؟ الكونسيستنت انفورميشن درستوها بكل حالاتها فنظريا مفيش اي حاجه من اللي احنا هنقولها دي هتعتبر جديده خالص. فبس عشان تفتكروه وانا هقول لك المره دي ان احنا هاخد منه شويه حاجات عشان اعرف اعمل فيهم كل اللي جاي. الكونسيستنت انفورميشن ببساطه جدا احنا لما كنا بنيجي نمسك اي مساله وليكن مساله بالشكل اللي قدامك ده. خلينا نبدا بمساله سهله بالمنظر ده. وكان عليها اي لود وليكن الحمل بتاعك كان ديستريبيوتد لود بالمنظر ده وطولها اسمه ال. لو جيت قلت لك احسب لي الرياكشنز اللي موجوده هتعرف تحسبها؟ انت اول حاجه بتقول لي تعالى نشوف عدد المجاهيل وبعدين عدد المعادلات. فنظريا كده انا عندي كام مجهول او كام رياكشن؟ اربعه. دي فيكسيشن فيها ثلاثه وهنا هنجت فيها قد ايه؟ فيها اثنين صح كده؟ فدول نظريا خمسه يبقى دي كام مره ستاتيكال اندترمنت؟ اثنين. مرتين صح كده؟ طيب ممكن نحلهم على انها مره واحده؟ الموضوع كله معتمد على اللوجيك. طيب قبل بس ما اخش في التفاصيل بتاعت الكلام ده تعالى نرجع نفهم بس مفهوم صغير كده. احنا قبل كده انا ممكن ارسم لك الكاميرا بتاعتك او الالمنت بتاعك بالشكل ده وليكن مثلا هنجد واحط لك عليه لود افقي بالشكل ده اسمه بي. وممكن ارسم لك نفس الكاميرا دي واحط لك عليها لود راسي بس بالشكل ده. الفرق ما بين المساله اللي فوق والمساله اللي تحت هو الاحمال شكلها ايه. اللي فوق كانت المساله بتاعتك في اتجاه طول المنبر فدي كنا بنسميها اكسل لود. تفتكر انت الرياكشنز اللي هتطلع في المساله اللي فوق تبقى رياكشنز راسيه ولا افقيه؟ هل لو الكاميرا بتاعتي اهي وانا بزقها في اتجاه اكس في احتمال يطلع لك رياكشن في اتجاه واي؟ لا. طب ما طالما انا عارف ان هو لا يبقى كاني بقول ان الرياكشنين دول هيطلعوا قد ايه؟ هيطلعوا بصفار صح ولا لا؟ هل ده غير من المساله ويخليها انا ستيبل؟ لا، بس انت بتقول طبقا للتحميل اللي موجود في المساله دي انا مش متوقع ان يطلع لي رياكشن راس. طب بتيجي تخش للكيس اللي تحتها المره دي انا عندي التحميل بتاعك تحميل ايه؟ راس. تحميل راس. طب الرياكشنات الراسيه دي هتطلع بصفار ولا ليها قيم؟ ليها قيم. اكيد ليها قيم. طب بالنسبه للرياكشنات الافقيه؟ بصفار. هتطلع بصفار. الفرق في المساله دي عن اللي بعدها مجرد لودنج. طب لو قلت لك دي نفس المساله بالظبط بس كاني جمعت المسالتين مع بعض، حطيت لك الديستريبيوتد لود وكمان حطيت لك مين؟ اللود الافقي، ساعتها يبقى كل الرياكشنز دي هتبقى ايه؟ هيبقى ليها قيم، صح ولا لا؟ طيب ايه بقى الفرق ما بين التلاته دول؟ التلاته هم نفس المساله بس احنا كنا بنقول طبقا لشكل الاحمال ممكن نسمي كل واحده اسم. اما بيكون الاحمال بتاعتك في اتجاه المنبر ده ممكن نسميه بار المنت. البار المنت او الاكسي لودد المنت هو اي عنصر مفيش تحميل غير فين؟ غير في اتجاهه بس، وساعتها مش هبقى مهتم غير بالرياكشنين الافقيين. طب انا عندي كام معادله تجيب لك الرياكشنين الافقيين؟ معادله واحده سيجما اف اكس. طب وانا عندي مجهولين هنعرف نحلهم؟ يبقى دي كانها كام مره ستاتيك اندترمنت؟ مره واحده بس. طب لو انا جيت قلت لك تعالى نبص على اللي تحت. اللي تحت دي كان عندي التحميل بتاعك راسي فانا متوقع ان دول اللي يجوا صح ولا لا؟ طب الاثنين الافقيين انت قلت ان هم بصفار. عشان ما كانش فيه تحميل راس معنى كده ان المعادله بتاعه سيجما الاف مين اكس تعتبر انت استخدمتها. انت
انت قلت ان مفيش تحميل افقي فبالتالي ده هيبقى بزيرو ومن سيجما اف اكس ده لازم يطلع زيرو. فبالتالي انت طالما اهملت الفورسز في اتجاه اكس يبقى انت ما عندكش معادله التزام في اتجاه مين؟ اكس. خلاص استخدمتها قبل كده. نيجي بقى دلوقتي عندي مجهولين اللي هما الاثنين بتوع واي، والاثنين دول عندي كام معادله اقدر اجيبهم؟ اثنين. ممكن اخد سيجما اف واي واخد سيجما المومنت عند اي نقطه. فبالتالي دي بالنسبه لك لو قلت لك هات لي الرياكشنز محتاجه انك تروح تحلها على انها وانس ستاتيكلي انديترمينانت. تاني مساله دي نظريا فيها اربعه رياكشنز وانا عندي ثلاث معادلات التزام، فالمفروض تبقى كام مره ستاتيكلي انديترمينانت؟ مره واحده بس. تفتكر المجهول الزياده هو في اكس ولا في واي؟ في اكس. مجهول اللي انا مش عارف اجيبه لان انا لو اخدت سيجما اف في اكس هيطلع لي ده وده، ما عرفتش اجيب حاجه منهم. طب ما احنا بنقول لك مفيش اصلا احمال افقيه، فمن هنا عرفت ان ايه الاثنين افقيين بصفر. وعشان كده قلت لك نتيجه شكل الاحمال قلت ان المساله دي ممكن بدل ما كنت احلها على انها وانس ستاتيكلي انديترمينانت انا بقول ان هي ديترمينانت وهقول لك ان ده هياخد قد ايه، نص اللود وده نص اللود، يبقى ده بيقل على 2 وده بيقل على 2. طب والافقي؟ ما كانش في تحميل افقي اصلا. الفرق بقى في المساله اللي تحت دي ايه؟ دلوقتي انا عندي نفس الاربعه رياكشنز ونفس الثلاث معادلات، هل تعرف تقول لي في حاجه منهم هتطلع بصفر؟ لا. فلازم المساله دي تتحل على انها ايه؟ وانس ستاتيكلي انديترمينانت. طيب هرجع بقى لسؤال اخير قبل ما نبدا نطبق الكلام ده. لو انا جه واحد منكم قرر انه يحل المساله دي مثلا ده في النص دي على انها وانس ستاتيكلي انديترمينانت، صح ولا غلط؟ صح. صح. ايه اللي هيحصل في الاخر؟ هيكتشف ان هيلاقي اف ده اكس بتاع ده واف اكس بتاع ده الاثنين طلعوا بكام؟ اصفار. مش معنى ان انا بقول لك تسهل على نفسك ان نتيجه شكل الاحمال انا ممكن انجلكت دايركشن بالنسبه لي مثلا كان اكس، او لو كان الاحمال بتاعتك في اتجاه الاكس هي لودنج انجلكت الواي، مش معنى كده ان انا بقول لك لو حليتها على انها مرتين او مره طبقا للمساله دي مره ستاتيكلي انديترمينانت الكلام ده غلط. لا مش غلط، بس بعد ما هتحل هتكتشف ان عندك ده وده طالعين بكام؟ طالعين بصفار. طب انا ليه بقول بقى كل المقدمه دي؟ لان انا في الاخر انا مهتم مثلا في مساله زي دي ان انا اجيب الرياكشنز دلوقتي، وبالتالي لما اجي بصيت على الرياكشن انت قلت ان هم كانوا كام؟ خمسه. فالمفروض مرتين ستاتيكلي انديترمينانت احلها على انها مرتين اسهل، ولا ممكن في واحده منهم اقدر اقول ده هتطلع كام؟ لا في واحده اقدر اقول هتطلع افقيا في اي لودنج. وبالتالي طول ما احنا بنتكلم على البيم الكلام ده ما ينطبقش على الفريم. ايوه انا بتكلم على البيم بس. طالما ما عندكش احمال افقيه اقدر اقول لك ان الاثنين دول منهم زيرو هيطلعوا بصفار. طب ساعتها دلوقتي تبقى لك كام؟ ثلاث مجاهيل في كام معادله؟ ثلاث معادلتين. ليه مش ثلاثه؟ عشان المعادله بتاعت اف اكس خلاص راحت، وبالتالي دلوقتي هيبقى معايا ثلاث مجاهيل في معادلتين، صح ولا لا؟ ده يتعامل على انه كام مره انديترمينانت؟ مره واحده بس. طب احنا كنا بنعمل ايه اصلا قبل كده بقى في الكونسيستنت ديفورميشن؟ ده اول حاجه نقول لك هات لنا مين سيستم. ايه شروط المين سيستم؟ يكون ستيبل وديترمينانت. يعني انت دلوقتي بتقول ده في مجهول او في ريدندنت زياده. طب ايه اللي اخلي الاستراكشر ده ستيبل وديترمينانت ازاي؟ الفيكسيشن او ورع في الهنج. طيب اول حل ممكن يجي واحد يقول لي انا الفيكسيشن دي هقلبها هنج، فبالتالي دي بقت هنج ودي هنج وبقى عليها لود اسمها الدبليو بالشكل ده، وهقول ان ده المين سيستم. او اخلي دي رولر. بالظبط. او كنت اخلي الفيكسيشن واخلي دي ايه؟ رولر. وساعتها تبقى فيكسد فري برضه اوكي. طيب بعد ما عملت كده ده المين سيستم، وساعتها الريدندنت بتاعتك وليكن دي هسميها اف واحد. ده المجهول اللي انا شلته. المومنت. وكنا بنيجي بعد كده ناخد نفس المين سيستم بتاعك من غير اي احمال ونحط الريدندنت دي هي اللي بكام؟ واحد تن. هي اللي بتساوي واحد. من هنا كنا بنبتدي نرسم بندنج مومنت وكنا بنسميه ايه؟ المين سيستم. زيرو. صح كده؟ اللي هو المومنت الناتج عن المين سيستم. بعد كده كنا نرسم مومنت هنا وكنا بنسميه ام 1. ده بواحد هنا وهنا وده اللي كنا بنسميه ام 1، وده البارابولا بتاعتك اللي هي كانت بتطلع ده بيلو سكورد على كام؟ على 8. واكتب الايكويشن. طيب الايكويشن الزياده اللي انت كنت محتاجها بنجيبها حاجه اسمها كومباتيبلتي ايكويشن. هو انا دلوقتي دي كانت فيكسيشن، معنى كده ان الروتيشن عندها كان بكام؟ كان بزيرو. فانا دلوقتي هحتاج ان انا احسب الروتيشن اللي هينتج عند النقطه دي نتيجه الاحمال. يعني مثلا عايز اعرف ده كده هيلف بزاويه اسمها قد ايه نتيجه اللودنج، وبعدين نفس المكان عايز اعرفه هيلف بزاويه قد ايه نتيجه لو الرياكشن ده بقى بكام؟ بقى واحد. المفروض مجموع الاثنين دول يطلع بكام؟ زيرو. بصفر. قيمه السيتا او الدوران الناتج عن الاحمال الرئيسيه ده اللي احنا كنا بنسميه دلتا 1 0، وده كان بيبقى انتجريشن المومنت اللي اسمه ام 1 مع ام 0 مقسوم على اي. بعد كده ابتدينا نقول ان
الديفورميشن او الدوران اللي هيحصل نتيجه اليونت لود ده كنا بنسميه دلتا واحد واحد، وكان بيبقى تكامل ام واحد مع مين؟ مع نفسه بالشكل اللي قدامك. طب انا كده عرفت الاثنين ديفورميشن، قلنا معادله الكومبتابيلتي بتاعتك كانت بتطلع ان دلتا واحد زيرو زائد الرياكشن اللي اسمه اف، انا هنا كنت حاطه بواحد لكن ما اعرفش هو كام. في الديفورميشن اسمها دلتا واحد واحد تساوي صفر، لان الديفورميشن عند الفيكسيشن هنا كانت بزيرو. من المعادله دي كنا بنقدر نجيب مين؟ الاف. الاف واحد. بمجرد ما جبت الاف واحد المساله خلاص بقت ديتيرمنت، دلوقتي ما بقتش عندك حاجه فيها مشكله. يا ترجع تحط الاف واحد ده في قيمته وتاخد سيجما المومنت عند اي نقطه من الاثنين تجيب الرياكشن الثاني، بعدين سيجما اف واي نجيبها، او قلنا ممكن نعمل ايه بالظبط كده؟ سوبر بوزيشن. انا بقى معايا سيستم بتاع المين سيستم ومعايا سيستم بتاع الفيرشوال سيستم الاولاني. قلنا اي حاجه بالنسبه لك فاينل تساوي اي حاجه من السيستم او اللي هو المين سيستم زائد الاف واحد في القيمه بتاعته من السيستم اللي اسمه 1. يعني ايه الكلام ده؟ عايز اجيب الرياكشن الفاينل الراسي ده، يبقى ده بيساوي الرياكشن اللي هيطلع من هنا زائد اف واحد طلعت لي خلاص في الرياكشن اللي طالع من هنا، يطلع لك الرياكشن الفاينل بتاعك. طب عايز تطبقها على مومنت، طب عايز تطبقها على اي حاجه تنفع تطبقها. ده ببساطه جدا اللي احنا كنا بنعمله في الكونسيستنت ديفورميشن، عشان بس تبقوا فاكرين هو احنا كنا بنعمل ايه. طب هو احنا دلوقتي ايه الهدف من ان احنا نرجع له تاني؟ اغلب اللي احنا هنستخدمه في الكونسيستنت ديفورميشن ان انا هبقى محتاجك تجيب لي او تستنتج لي ما يسمى بالفيكسد اند فورسز. عايز اعرف الرياكشنز بتاعت مساله بالشكل ده قيمتها قد ايه، لان زي ما هتشوفوا بعد قدام شويه كمان من اسبوعين كمان ولا حاجه، سواء في الطريقه بتاعت المومنت ديستريبيوشن او في الطريقه بتاعت الستيفنس، احنا اول فرض بنفرضه ان انا منعت الديفورميشن، وبالتالي كان بحل مساله فيكسد هينجد في سبورت وخلاص. فالرياكشنز بتاعتها عايزينها تبقى شبه معروفه بالنسبه لك، عشان كده احنا هنقعد نستنتج شويه حاجات كتير قوي، وبعدين انا اقول لك في قيم انت هتحفظها. يعني مثلا لما يكون عندك حاجه زي كده، اه ده المومنت هيطلع قيمته قد ايه، هنحفظ الرقم ده. طب فيكسد على ديستريبيوتد لود ده بيرسكورد على 12 هتحفظه. طب انا بقى ممكن في الامتحان تتسال سؤال تاني خالص، ممكن اجيب لك حاجه غير اللي انت حافظها واقول لك اعمل ايه؟ هات لي انت الرياكشنز بتاعتها. يعني انا انت حفظتني دي، بعديها رحت قلت لي لا انا هحط في النص مثلا دي فيكسد واحط انترميت هينج في النص. دي مساله جديده انا مش حافظها، يبقى مطلوب منك تعمل ايه؟ تستنتج انت الرياكشنز بتاعتها بنفس الطريقه اللي احنا هنقعد نشتغل بيها. احنا اللي عايزين نطلع منه من الشابتر ده ان انت تحسب لي الفيكسد اند فورسز اللي موجوده لمساله بسيطه بالشكل ده، فيكسد هينجد، نتيجه اي شكل من اشكال الاحمال هتروح تحلها وتجيب لي الرياكشنز وتكتبه لي في صوره سطر كده، هنشوف هكتبه ازاي، تقول لي ده الفيكسد اند فورسز، لان الكلام ده اللي احنا هنبتدي نستخدمه قدام شويه. طب خلينا نبدا الكلام ده كده واحده واحده ونشوف يتعمل ازاي. انا هبدا معاكم باول مثال، خلينا نحل مساله كانها فيكسد بالشكل ده، وعليها distributed load uniform اسمه تابيو وليها طول اسمه ألف. ومطلوب مننا في المثال الأولاني عايزينك تجيب لنا الـ fixed end forces vector. يعني هجيب لنا الرياكشنات وهنحطها في صورة فيكتور، هنشوف الكلام ده هيتعمل ازاي. يبقى المطلوب مننا في مسألة زي دي عايزين نروح نجيب كل الرياكشنز اللي قدامنا. طيب أول سؤال، المسألة دي كام مرة statically indeterminate؟ عندي كام رياكشن؟ عندي هنا 3 وعندي هنا 3. تعال نفكر مع بعض، عندي كام رياكشن؟ هتقول لي ده الفيكسيشن عندها 3، فيكسيشن عندها 3، يبقى دول 6 صح ولا لا؟ وانا عندي 3 معادلات، فالمفروض دول 3 مرات بالظبط. هنشوف بقى دلوقتي هنمشي ازاي واحده واحده. فنظريا في البدايه انتوا قلتوا ان هي 3 مرات ستاتيكالي اندترمن، بس في طيب ايه المعلومه اللي ممكن تدوها لي؟ حاجه اقدر استغنى عنها الاف اكس، ان ما عنديش اي احمال افقيه وبالتبعيه ممكن استغنى عن مين؟ الاف اكس، عن الاكسات صح كده. يبقى نظريا انا معايا رياكشن راسي ومومنت ورياكشن راسي ومومنت، اربع مجاهيل في كام معادله؟ اثنين في اثنين دلوقتي، لان اف اكس اتلغت، يبقى دي بقت بدل ما كانت ثلاثه دلوقتي بقت اثنين مرتين. نحلها على انها مرتين مفيش مشكله. في حاجه ثانيه انتوا شايفينها؟ سيمتري. طب يعني ايه سيمتري؟ يعني المفروض الرياكشن ده هيبقى هو ده، او المومنت ده هيبقى هو ده. طب خلينا نحل الحلين عشان تعرفوا هو ايه اللي انا استفدته من السيمتريه. خلينا نرجع لخطوه انا هحل المساله دي على انها مرتين ستاتيكالي ديتيرمين. طب التو ريدندنت او المجهولين اللي ممكن اشيلهم يبقوا ايه؟ هنجو في ممكن نيجي كده مثلا واحد جه قال لك خلاص انا هبتدي مثلا هنا ورحت عامل ده فيكسد فري، يبقى كده معنى كده ان الريدندنت اللي هو شالها كانت ايه؟ كان عندي اف واحد وليكن مثلا كانت الرئيسيه دي والمومنت دي اف واحد، وهنا كان اف اتنين كان مين؟ المومنت. طب ليه ما خدتش الافقي؟
ما خلاص عشان اللودنج بتاعنا ما كانش فيه احمال افقيه فقلت اسهل على نفسي. تمام. طب هو لو كان واحد كان خد الافق وحلها ثلاث مرات مش احنا بنحط عدد معادلات في عدد مجاهيل؟ هتلاقي ان المعادله بتاعت المجهول بتاعت الاكشن لود السطر كله بصفار. سطر كله بصفار فكانك هتطلعها ان هو بكام؟ بزيرو. عشان كده بقول لك ان ممكن نستغنى عنها من الاول. وانا يمكن السكشن اللي هنزله لكم الورق بتاعه هتلاقيني حليت المساله اللي هحلها معاكم دلوقتي حليتها لك بثلاثه عشان بس تشوفها قدام عينيك هو ايه اللي هيحصل. تمام. طيب خلينا نبتدي بالمنظر ده. اللودنج بتاعنا في المين سيستم كان عندي ديستريبيوتد لود بالشكل ده وبالتالي لو عايز ارسم المومنت عليه يطلع شكله ايه؟ ده كان تريفر مومنت في الاخر يطلع دبليو في ال في نص ال كاني بقول دبليو ال سكويرد على كام؟ على الاثنين. كنا المفروض بنوصل بخط داش ونعلق مين؟ برابلو. طب ايه رايك لو انا رسمتها بالشكل ده؟ هي هي بس عشان اسهل على نفسي واشوف اتجاهات المومنت وتبقى البرابلو اللي انا علقتها تحت دي ارتفاعها دبليو ال سكويرد على كام؟ على 8 وده بالنسبه لي اللي اسمه ام 0. طب بعد كده عايزين نبتدي بقى نشوف ايه الريدندنت بتاعتك ونحط كل واحده منهم بواحد. فمسكت المين سيستم كان فيكسد 3 اف 1 كانت راسيه لفوق يبقى انا هحط اف 1 تساوي كام؟ 1. وبعدين هاجي هنا ارسم المومنت اللي هسميه ام 1 وبعدين نروح جايين في المين سيستم الثاني احط المره دي اف 2 هي اللي بكام؟ 1 بالشكل ده ونرسم لها هنا مومنت اللي هسميه ام 2. طب تعالى نمسك المسائل السهله دي. اول واحده بالنسبه لك عندي هنا لود موجود هنا يطلع المومنت في الاخر كام؟ 1 في الطول اللي اسمه ال دي السهم تحت ولا فوق؟ تحت. رحت رسم خط مستقيم كده وده بقى المومنت وقيمته ال. بعد كده بنفس الطريقه هنا عندك كونسنتريتد مومنت فوق يبقى دي السهم فوق وبالتالي هتلاقيه ماشي كونستنت مفيش اي حاجه تغيره بالشكل اللي قدامك ده عشان فيكسيشن والقيمه بتاعتي 1 عشان ده كان فيكسد 3. ده بقى فوق وده تحت وده كان في جزء فوق وجزء تحت عشان الموضوع ده يبقى واضح بالنسبه لك وانت بتعمل انتجريشن. طيب دول كام معادله انتوا متخيلين ان انا المفروض اجيب كام معادله من السيستم ده؟ كام كومبتابيلتي ايكويشن محتاج اجيبهم؟ معادلتين. المعادلتين ايه هما؟ اول معادله بالنسبه لك ان دلتا 1 0 زائد اف 1 في دلتا 1 1 زائد اف 2 في دلتا 1 2 المفروض التوتال ديفورميشن بتطلع 0. المعادله الثانيه دلتا 2 0 زائد اف 1 في دلتا 2 1 زائد اف 2 في دلتا 2 2. المعادلتين دول لو فاكرين كنا بنجيبهم ازاي كاني بقول لك هات توتال ديفورميشن عند كل ريدندنت من دول. المعادله الاولى عند الريدندنت الاولانيه المفروض كانت الحركه الراسيه هنا تطلع كام؟ زيرو. ادي الزيرو اللي موجود هنا. طب هو الديفورميشن دي عباره عن ايه؟ في ديفورميشن هيحصل هنا ولا لا في المين سيستم؟ ده اللي احنا بنسميه دلتا 1 0. طب وفي ديفورميشن هيحصل نتيجه اليانت لود ده ولا لا؟ ده اللي هسميه دلتا 1 1. وفي ديفورميشن هيحصل نتيجه البندنج هسميه دلتا 1 2. الديفورميشن عند ريدندنت نمره 1 نتيجه الفورس بتاعت مين؟ اف 2. هنا الديفورميشن عند ريدندنت 1 نتيجه الفورس بتاعت 1. هنا الديفورميشن عند ريدندنت 1 بس نتيجه الاوريجينال لود. فكل اللي انا عملته انا بقول ان المجموع ده زائد اف 1 في ده زائد اف 2 في ده المفروض يطلع لك بالصفر. نفس المعادله بس فين؟ على روتيشن. فيطلع لك هنا في روتيشن هيبقى موجود مثلا وليكن اس بالشكل ده ده دلتا 2 0 وفي روتيشن هنا هيتسمى دلتا 2 1 وفي روتيشن هنا هيتسمى دلتا 2 2. اجمع دول برضو يديني المعادله الثانيه. فبس عشان تبقوا متخيلين هي المعادلات دي جت منين لان كمان شويه مثلا ما اجي احل معاك مساله يكون فيها فورس ديفورميشن لو قلت لك ان النقطه دي نزلت سنتي يبقى ايه اللي هيتغير في المعادله اللي انا كاتبها؟ بدل ما كان الصفر لا ده هي المفروض تبقى كام؟ تبقى القيمه اللي موجوده هنا. فنشوف الكلام ده هنتعامل معاه ازاي كمان شويه. طيب ابتديت دور المعادلتين عشان تقدر تحلهم محتاجين نعمل شويه انتجريشنز ونجيب دلتا 1 0 1 1 1 2 وهكذا. فتعالى كده نبتدي واحده واحده. لو عايز اجيب الديفورميشن اسمها دلتا 1 0 دي تبقى تكامل ام 0 مع ام 1 على كامل الطول مقسوم على الاي اي. طيب ايه الاشكال اللي عندك؟ فاكرين انتجريشنز كنا بنعمله ازاي؟ كان عندك طريقتين ايه هما؟ بالظبط كده. يا اما الاريا بتاعتك في الاوردنت عند السنترويد ده اول طريقه ودي كنا بنسميها الجنرال ايه؟ الجنرال رول تنفع لكل الاشكال بتاعتك. وكان في طريقه ثانيه اللي هي بتاعت ترابيزويد الرول وقلنا دي لازم الشرط ان يكون الشكلين العلاقه ما بينهم ايه؟ لينير خط مستقيم او لينير وده كان ناتج التكامل بيطلع ال على 6 2 2. خلينا بقى نسمي اي حاجه طالما هنكتب رول ليكن ده ام 1
ارمي 2 وقصاده هنا برضو 3 و 4 يبقى ده 2 ام 1 مع مين؟ ام 1 مع ام 4 مع 3 2 ده بدا زائد 2 ام 2 ام 4 زائد الدايجونال من غير ايه؟ من غير اثنين صح كده؟ ده كان الرول اللي احنا كنا او التو رولز بتاعت الانتجريشنز اللي كنا بنسميهم جرافيكال انتجريشن. يا ده يا ده احنا كنا وصلنا في الاخر ان اي شكلين علاقه ما بينهم خط مستقيم ممكن على طول تستخدم مين؟ ترابيزويد الرول. دي هتبقى اسرع شويه والجنرال تخليها اما يكون عندك في طرف من الاثنين ايه؟ برابلم. طب خلينا نطبق الكلام ده. انا دلوقتي عايز اكامل ام او مع ام 1 الاثنين دول مع بعض ينفع. ايه الاشكال اللي محتاجين نعمل لها انتجريشن؟ ده اولا تحت مثلث بس لكن فوق مثلث وبرابل. يبقى انا هعمل انتجريشن المثلث مع المثلث وبعدين المثلث مع البرابل. طب خلينا نمسك واحده واحده من دول. ادي اول حاجه الواحد على الاي اي. انا قلت الاي اي بتاعتك كانت رقم ثابت لان هي كاميرا واحده ما غيرناش فيها حاجه. تعالى نعمل انتجريشن المثلث ده مع المثلث ده. الاثنين في نفس الجنب ولا عكس؟ عكس. يبقى في اشاره ايه؟ نيجاتيف. نيجاتيف. طب عايزين تشتغلوها بقى طريقه ان الاثنين لا خليها تحت ترابيزويد. ترابيزويد يبقى ال على 6 يبقى ده ناقص ال على 6 ونبتدي نمسك 2 في مومنت هنا كام؟ دبليو ال سكوير على الاثنين مومنت هنا في ال. يبقى خلاص خلصنا ليه؟ زائد 2 0 في 0 0 في 0 زائد 0 في دبليو سكوير على 2 زائد 0 في مين؟ في ال. فبالتالي خلاص كده خلصت المثلث. طيب بعد كده بقى عندي المثلث مع مين؟ خلينا في الجنرال. البرابلا 2 في نفس السايد يبقى زائد جنرال. الاريا بتاعت البرابلا كام؟ 2 على 3 في طولها في ارتفاعها دبليو سكوير على 8. السنترويد بتاع البرابلا كان فين؟ نص. كان في النص. تروح نازل لي في النص هنا تقول لي القيمه دي تطلع كام؟ يعني ال على ال على 2. نجيب الرقم ده هيطلع لك شكله عامل ازاي؟ هيطلع فانكشن في دبليو وفي ال وفي الاي اي مفيش مشكله نحطه زي ما هو. طب بعد كده هنعمل ايه؟ عايزين نكمل بقى. نجيب مثلا دلتا 2 0 يبقى ده تكامل ام او مع ام 2 على الاي اي. طب تعالى نعمل انتجريشن لمين؟ ادي الام او وادي مين؟ الام 2. نبتدي نعمل لهم انتجريشن تريانجل بنفس الكلام تريانجل مع ريكتانجل. اسهل حاجه بالنسبه لك تبقى ايه؟ الترابيزويد. هو الاسهل هيبقى الجنرال. ليه؟ لان ده كونستنت صح ولا لا؟ فبالتالي انا لو جبت الاريا بتاعت المثلث السنترويد بتاعه في اي حته هيطلع الارتفاع كام؟ هيطلع ارتفاع واحد. شو معنى كده ان الترابيزويد ما تنفعش؟ الاثنين ينفعوا. فبالتالي لو انا جيت قلت ده واحد على الاي اي ونبتدي نمسك اول حاجه المثلث مع المستطيل مع بعض ولا عكس؟ مع بعض. ده فوق وده كان فوق. يبقى لي الاريا بتاعت المثلث نص في ال في دبليو ال سكوير على الاثنين. السنترويد بتاع المثلث كان في الثلث والثلثين. الارتفاع هنا كان كام؟ واحد. هو الواحد برضه. يبقى انا خلصت من ده. بعد كده معايا برابولا مع مين؟ مع مستطيل. عكس بعض يبقى نيجاتيف. تلتين في ال في ال دبليو ال سكويرد على 8 والسنترويد في النص دي هنا كام؟ واحد برضه. من هنا اروح اجيب لك القيمه بتاع الدلتا 2 0. طب بعد كده محتاج احسب مين؟ دلتا 1 1. دي تكامل ام 1 مع مين؟ ام 1 مع نفسه. خلاص الموضوع بسيط. انت بتكامل مثلث مع مثلث مع مثلث اي طريقه من الاثنين. لو خدت ال على 6 يبقى دي 1 على اي اي ال على 6 بعدين 2 في ال في ال اللي هو المومنت هنا كان ال في نفسه يبقى ال والباقي كله هيبقى ايه؟ اصفار. هيبقى اصفار. لو عايزين نجيب دلتا 2 2 ايه اللي هيبقى موجود معانا؟ كامل دي مع نفسها. عايزين نكامل ام 2 مع نفسه. يبقى بكامل مستطيل مع نفسه. اشتغل بأي طريقه اسهل؟ جنرال. اكيد الجنرال. يبقى 1 على الاي اي الاريا بتاعت المستطيل 1 في طوله ال والسنترويد بتاعه في النص الارتفاع يطلع كام؟ 1 خلاص جبنا ده. ايه اللي باقي لي في كل دول؟ دلتا 1 2 اللي هي نفسها دلتا كام؟ ودول كانوا تكامل ام 1 مع ام 2 على الاي اي. يبقى انا عايز اعمل انتجريشن مين مع مين؟ المثلث مع المستطيل. اول حاجه مع بعض ولا عكس؟ عكس. يبقى في اشاره نيجاتيف. بعدين جنرال وترابيزويدال جنرال. يبقى اريه المثلث نص في ال في الارتفاع بتاعي سنترويد كان في الثلثين برضه هنا كان كام؟ كان واحد. طب انا جبت كل دول والقيم بتاعتهم كلها هتتحسب تطلع رقم في دبليو ال سكويرد على كام وهنكتبها دلوقتي ما فيهاش مشاكل خالص. بعد ما عملت الحاجات دي كلها هنعمل فيها ايه؟ دلوقتي بقى نطلع فوق. خلاص انا جبت كل الارقام اللي موجوده عندك بتاعت الانتجريشنز دي. معنى كده ان دول معادلتين في مجهولين. معادلتين في مجهولين. احنا هنا بما اننا بنحل رموز فمش هينفع تروح تحلها على الاله. بما انك بتحل الرموز بتاعتك مش هينفع تروح تحلها على ايه؟ أيوه. على الاله. طب اللي هيطلع لك في الاخر هتلاقي ان المعادلتين بتوعك كلهم طالعين لك رموز في ارقام ثانيه.
هتلاقي دي طلعت لك اول حاجه ناقص دبليو ال اس 4 على 8 اي اي. بعد كده تلاقي دي دبليو ال تكعيب على 6 في اي اي, ده الناتج بتاع القزه. بعد كده يبقى عندك دي هتطلع لك ال تكعيب على 3 اي اي. نكتبها حتى بدون تاني عشان تبقوا شايفينها. ال اي اي وبعدين ال تكعيب على 3 اي اي. واحد اثنين واثنين واحد هتطلع لك في الاخر ناقص ال تربيع على 2 اي اي. كل اللي هيتعمل ايه؟ مجرد بس انا حسبت دول وكتبت لك القيم دي. في الاخر هتلاقي ان المعادلتين دول بقوا عباره عن ايه؟ دلتا 1 0 ده ناقص دبليو ال اس 4 على 8 اي اي زائد دلتا 1 1 اللي هي كانت بالنسبه لي ناقص ال تكعيب على 3 اي اي في اف 1. دلتا 1 2 يبقى ناقص ال تربيع على 2 اي اي. لو تعالى نكتب المعادله دي عشان انتوا شايفين حتى هو ايه اللي ممكن اعمله فيها. يبقى ناقص دبليو ال اس 4 على 8 اي اي زائد اف 1 في دلتا 1 1 بناقص ال تكعيب على 3 اي اي زائد اف 2 في دلتا 1 2 اللي هي ناقص ال تربيع على 2 اي اي. الكلام ده بيساوي زيرو. اسهل حاجه ممكن نعملها هي ايه؟ طيب عندك اي اي متكرره وعندك كلهم مضروبين ال تربيع ال تكعيب ال اس 4. يبقى انا ممكن كمان اقسم على كام؟ ال تربيع على ال تربيع. يبقى انت ابسط حاجه ممكن تعملها ان انا ممكن اطير الاي ايات دي كلها خالص وارتاح منها. وبعد كده دي ال تربيع, هنا ال تكعيب تتبقى ايه؟ ال ال, هنا دي تتبقى ال تربيع. ايه؟ ال تربيع. بقى دي شكل المعادله بتاعتك. هتضطر تعمل ايه بقى؟ تجيب واحده بدلاله الثانيه. يعني مثلا هجيب اف 1 راح اقعد في الكوشن الثاني, اروح مودي دي الناحيه الثانيه واقسم على الرقم اللي مضروب فيه. بالنسبه للمعادله الثانيه اعوض بيه نفس الكلام, بس انا اعوض فين؟ اعوض في الثانيه. يعني دلوقتي لما تيجي تلاقي المعادله الثانيه بتاعتك هيطلع قيمتها نفس الكلام بقى اللي احنا كنا كاتبينه. هنا دبليو ال تكعيب على 6 اي اي ناقص ال تربيع على 2 اي اي في اف 1 وبعدين زائد ال على الاي اي في الاف 2 تساوي صفر. من اي معادله من الاثنين دول هات قيمه وبعدين بالتعويض في مين؟ في الثانيه. فهنا مش هينفع كالكليتر لان انا ما بقاش عندي ارقام. الموضوع كله دلوقتي احنا بنحل فانكشن فيه شويه رموز. ليه؟ عشان لما نيجي بقى في المساله هنطلع دلوقتي مثلا بعد ما تحل المعادلتين دول هتلاقي ان عندك مثلا اف 1 طلع الدبليو ال على الاثنين واف 2 طلع الدبليو ال سكويرد على ال 12. دول التو ريأكشنز بتوعك اللي انت كنت هتحل المعادلتين دول وتجيبهم. يبقى بالتالي لما نجيب بقى اي مساله قدام شويه واقول لك ان اللود ال بتاعي كان 5 كان 4 كان 3 اي رقم, اللود بتاعي كان اي رقم. ده اللي عرفته. الرقم ده مجرد تعويض. ده اللي هحفظه بعد كده عشان اعوض فيه بالظبط كده. انا هقول لك دلوقتي هوصل لايه وهقول لك ايه اللي انت هتبقى محتاج ان انت تعرفه. طيب يبقى تاني كده لحد ما انا جبت التو ريدندنت بتوعك او الرياكشنين الزياده. في حد عنده مشكله؟ طيب اللي انا وصلت له ايه؟ اللي انت وصلت له ان كانت المساله بتاعتك اللي كانت فيكسد فيكسد اهي كان عليها ديستريبيوتد لود اسمه دابيو وطولها اسمه ال. انت بتقول ده انا عرفت ان الرياكشن ده دابيو ال على 2 والمومنت ده طلع دابيو ال سكويرد على 12. طب اعرف اجيب بقيه الرياكشنز ولا لا؟ تجيبهم بقى باي طريقه. ممكن واحد يقول لي انا هاخد سيجما فورس واي يبقى ده دابيو ال على 2 ده كمان يطلع ايه؟ دابيو ال على 2. بعدين اخد سيجما المومنت هنا هتطلع لي ده دابيو ال سكويرد على كام؟ 12 على ال 12 بالشكل ده. المبنيه بقى بعد كده انا كنت قايل لك هات لي فيكسد اند فورسز اللي هم دول. طب يعني ايه اكتبهم في صوره فيكتور؟ يعني ايه نكتبهم في صوره فيكتور؟ في صوره فيكتور يعني هنرتبهم مع بعضين. احنا متوقعين ان كان يطلع لنا عند الفيكسيشن دي والفيكسيشن دي كام رياكشن؟ اثنين. اثنين وكان في واحد اللي احنا قلنا ان احنا عارفينه بكام؟ زيرو. اصفار يبقى المفروض سته صح؟ فعارف احنا هنيجي نكتب ايه؟ هنكتب الفيكسد اند فورسز ده الفيكتور بتاعنا بيساوي وعايزك تفتح لي فيكتور بالشكل ده او ده الترانسبوز بتاع الفيكتور ونكتب ست قيم. طب ايه ترتيبهم؟ هنمسك النود الاولانيه دي تعرف تديني الثلاثة رياكشنز بتوعك. عايز اكس واي وبعدين مومنت. الاكس هنا كان بكام؟ زيرو. كان زيرو. بعدين الواي
ده بيقل على الاثنين. بعدين المومنت السكوير مع على ال 12 كده احنا خلصنا الثلاثه رياكشنز عند النود الاولى. نخش عند الجوينت الثانيه نفس الكلام اكس يبقى بكام؟ زيرو. بعدين الرياكشن الراسي بعدين المومنت ده بيقل السكوير على 12. الكلام ده كله مظبوط بس ناقص حته صغيره. الاشارات بتاعتهم شكلها ايه؟ يعني تعال نحدد لنفسنا اشارات عشان نبقى عارفين هو انا امتى هكتب موجب وامتى هكتب سالب. الاشارات اللي خلينا متفقين عليها ان الاكس بتاعنا يبقى ده اتجاه الفصل بتاعه والواي بتاعي لفوق وبالطبيعي يبقى المومنت كاونتر كلوك وايز. المومنت هيبقى موجب لو كان كاونتر كلوك وايز. طب ما تيجي نطبق الاشارات دي. بس الاكس كده بتضغط الجوينت بتاعتي عادي. الاكس كده بتضغط الجوينت بتاعتي عادي. احنا مجرد دايركشنز بتاعتنا. انا فارض دايركشن. يعني لو كان واحد منكم افترض لا الاكس شمال والواي لتحت والاتجاه بتاعي بدل ما كاونتر بقى كلوك وايز. يعني الاثنين مش انا بقول لك ده مجرد فرض. الفرض ده انا بقول لك من دلوقتي خلينا نبقى متفقين على حاجه اللي انا كاتبه كاتبه على ده عشان لما نيجي بعد كده قدام احل وافترض فرض هكمل عليه. ما ينفعش يبقى جايب جزء من المساله بدايركشنز وجزء ثاني بدايركشنز ثاني. فلو انا افترضت ان ده الاكس وده الواي والروتيشن بتاعي او المومنت كاونتر كلوك وايز تعال نشوف احنا اكس كان بصفر الواي لفوق ولا لتحت؟ فوق. فكان فاستر. طب المومنت كاونتر كلوك وايز يبقى فاستر. بعد كده هنا اكس زيرو الواي لفوق. طب المومنت نيجاتيف باك كلوك وايز يبقى بس اللي كان ناقصك ان المومنت ده بيجيب اشاره ايه؟ باشاره نيجاتيف. بس هو ده اللي احنا بنقول لك اسمه فيكسد اند فورسز فيكتور او ده الترانسبوز بتاعه. احنا ليه بنكتبها بالشكل ده؟ انت مش هتحس بيها دلوقتي خالص بس هنحتاجها قدام شويه. فانا بس بقول لك اكتبها بالمنظر اللي قدامك ده. طيب ده الشكل اللي كان المطلوب في المساله انك تجيب لي فيكسد اند فورسز لحد ما انت وصلت هنا. انا قبل ما ابدا المساله كنا قدامنا اختيارين. الاختيار الاولاني ان انا احلها توايس ستاتيك اند تيرم. الاختيار الثاني كان ايه؟ سيمتري. اللي كان السيمتريه. السيمتريه قلنا ده ممكن معنى انه سيمتري يبقى انا ممكن اقول ده المومنت هنا هيبقى شبه مين؟ المومنت هنا. يبقى انا لو جيت احلها بقى في الطريقه الثانيه بتاعتك دي عشان نشوف بس فرق الوقت بتاعك هيبقى شكله عامل ازاي. اروح جاي اقول لك اول حاجه انا هختار مين سيستم بالشكل ده. طب ليه؟ عشان الريدندنت بتاعتي المومنت اللي ناحيه اليمين هي هي فين؟ الشمال. ما هو ده ان التماثل. وساعتها بدل ما اسمي ده اف 1 وده اف 2 ساعتها يبقوا الاثنين اسمهم ايه؟ اف 1. ما ده اللي انت استفدته من التماثل. تاني كده احنا اللي استفدناه من التماثل ان انت قلت اللي هيبقى يمين يبقى زي بالظبط شمال. وبالتالي المجهول اللي هيبقى ناحيه اليمين لو اسمه مومنت اف 1 يبقى ده هيبقى مومنت اف 1 برضه بس عكسه. افترضتهم عكس بعض لان ده التماثل. لو افترضتهم مع بعض ده ما بقاش اسمه تماثل ده سكيو سيمتري. تمام. طيب ده هيوصلك لايه بقى؟ ان المساله بتاعت المين سيستم بتاعتك هيبقى شكلها ايه؟ مين سيستم هنا هيبقى شكله ايه؟ بارابول سيمبل بيم على ديستريبيوتد لود. المومنت شكله ايه؟ بارابول دبليو سكوير على 8. يبقى انا كده جبت دبليو سكوير على 8 وده الام او. طب الفيرتشوال سيستم هنحط مين اللي هو واحد؟ الاثنين مع بعض. الاثنين فساعتها هتروح جاي لي هنا حاطط لي اف 1 تساوي 1 وهنا نفس اف 1 تساوي كام؟ 1. يطلع لك المومنت بتاعك شكله بالمنظر ده وقيمته كام؟ 1. ده ام 1 بس خلاص كده المساله بتاعتك تتحل. هتعمل ايه؟ تكامل ام او مع ام 1 يديني دلتا 1 0. بعدين تكامل ام 1 مع نفسه انا حتى نعملها بسرعه جدا يعني دلتا 1 0 تساوي لو كملت الاثنين يبقى تلتين في ال في دبليو ال سكويرد على كام؟ على 8. والاوردنت هنا هيطلع كام؟ 1. طبعا الكلام ده كله مقسوم على اي اي. هنختصر دي تطلع لك دبليو ال تكعيب على لو اختصرت دي 4 يبقى ده 12 اي اي صح كده؟ تمام. في حد مش فاهم ده؟ طب تيجي نجيب دلتا 1 1 تطلع ايه؟ دلتا 1 1 تطلع ايه؟ 1 تكامل مستطيل مع نفسه يعني 1 في ال في 1 على اي اي. كاني بقول لك دي ال على مين؟ على اي اي. طب انا محتاج اكتب كام معادله كومباتيبلتي ايكويشن؟ واحده بس اللي هي كانت بتساوي دلتا 1 0 زائد اف 1 دلتا 1 1 تساوي كام؟ 0. يعني معنى كده ان اف 1 بتساوي نيجاتيف دلتا 1 0 على دلتا 1 1. طب ما تيجي نكتبهم دلتا 1 0 بكام؟ ايوه ال على 12 اي اي صح ولا لا؟ انا بس حاجه صغيره يمكن كانت فرق ده وده مع بعض ولا العكس؟ عكس. يبقى المفروض ده كان يبقى شرطه ايه؟ نيجاتيف. لما نضرب نيجاتيف في نيجاتيف هيبقى فاست. طيب مقسوم على دلتا 1 1 كاني ضربت فين؟ بمقلوب. اي اي على القلب. تيجي نختصر بقى ونشوف كده ايه اللي هيطلع. دي اي اي مع دي اي اي. دلوقتي دي اي اي مع دي اي وهنا ال تخلي لك دي ايه؟ ال سكوير. يعني دي في الاخر طلعت لك ده بيبقى سكوير على مين؟ على 12. دي ايه علاقتها باللي كنا جايبينها؟ هي هي.
هي طب الفرق بقى في الوقت قد ايه؟ كتير جدا. فالموضوع كله معتمد هو انت شفت ايه واستفدت منه ولا لا. الاثنين هيوصلوا لنفس الحل، بس المشكله عندك في الوقت هتكون خسرت كتير جدا. فمساله زي دي انا كنت ممكن من الاول خالص اروح احلها بالمنظر ده، خلاص اتحلت على انها وانس ستاتيك الاند تورن، وده اللي خلاني حتى من الاول قلت لك وانا ليه نجلكتد الاكشن، ما كان واحد حلها على انها ثلاث مرات برده كان هيطلع نفس الحل، بس كان هياخد وقت اطول كمان من كده. يبقى انتوا بس عشان انتوا متخيلين واحنا جايين هنا ليه. الهدف من الكلام ده ان انا عايزك تحللي اي مساله هي المفروض ان هي اند تورنمنت، عايزك تجيب لي الفيكس الاند فورسز الرياكشنز بتاعتهم، عدد المجاهيل انت اللي هتحدده، شوف اي حاجه تقدر تستفادها من المساله وروح حل بيها. في مشكله لحد كده؟ طيب خلينا نجرب حاجه ثانيه. امسح